وفاء لطفي مهندسة ديكور، مشتركة في المعرض بلوحة حارة شعبية فيها مشربيات ولقطة نهار. سعيدة ان انا طلع في برنامج جاليري حول العالم. المكان اللطيف وفي التقاء مع فنانين فكر مختلف يعني، والبرنامج لطيف برضو ان هو جايب كل التفاصيل بتاعت المعرض. دي لوحة بأسلوب تأثيري، التفاصيل ما بتبقاش باينة فيه قوي. لوحة الحارة مصرية قديمة شوية، فيها طابع شعبي يعني تنفع لقطة سينما كمان أكتر من إنها تكون لوحة عادية. بس التفاصيل بتاعتها لوحة زيت، ألوان زيت، يعني تفاصيل المشروبيات والفاكهة، يعني هي بدون بشر. يعني حد ما دايما لو حياتي بعملها بدون بشر، يعني على أساس إن كل واحد يتخيل الحركة براحته، مش ما بفرضش الحركة بتاعت الناس على الشغل. السيلينج اللي انا عاملاه اللي هو اللي زي الشلال اللي نازل ده بيبقى عامل كونتراست مع اللون اللي تحتيه، فبيديني معنى. اللون الاصفر بيديني اللون الامل، اللون الابيض بيديني الصفاء. فانا بتمنى ان يكون وصلت صوره، وصلت توضيح بسيط للالوان اللي انا حطاها في اللوحه بتاعتي. Thank you.
2000 سناء يسري فاكر الجيوز التربية الموسيقية الفن التشكيلي بالنسبة لي هواية شغلي موزايك كل هدفي من الموزايك ان انا بمسك التراث المصري مع الحداثة مع ما حدش عمل موزايك مع اكسسوارات فرعونية اكسسوارات فلاحي قبل كده ده كان هدفي من المزج ده هنا مثلا القطعة دي عاملة مزجة بين الكرداني الفلاحي مدخلة مع الأحجار الشارافسكي اللي هي الطبيعية اللي هي بتدي لمعة حضرتك شايفها والإطارات والشغل بتاعي ده كله نحاس يدوي باليد كله ده بالنسبة للكردان اللي هو الفلاحي العادي هنا ده مقتبس من الشغل الفرعوني بحاول ان انا اخليه يواكب الحداثة هنا دي لوحة لفان جوخ مقتبسة منها طبعا انا اكيد مش بقلدها مقتبسة من لوحة للفنان العالمي فان جوخ اللي هي ستاري نايت ومزجتها بقى بالاحجار الطبيعية مع الفضة مع النقوش دي اللي هي كلها من التراث المصري وانا سعيدة جدا باني معاكم في البرنامج جاليري حول العالم التلفزيون المصري بيمثل ان هو الهروب والامان اللي يقعد في مكان ما دخلناش اي الوان خارجيه حتى جراي ما فيش حتى بيج ما فيش اللي هي برضه الالوان نيوترال برضه كان هدوء خالص ما شاء الله ما شاء الله بجد يعني هنشوف حاجات كتير ابيض واسود ان شاء الله مساء الخير انا سرايا هارك بقالي 4 سنين برسم بالاكريليك اخترت لكم اللوحه دي النهارده عشان خاطر بتمثل جزء من مصر البحر وشق الشروق عامه فالشروق مهم جدا عشان الناس بتفكر فيه وبتصحى الصبح يعني ممكن تضايق او بترتب افكارها فالالوان اللي انا استخدمتها بسيطه يعني ازرق واورنج وابيض واصفر كانت اخذت كذا لير يعني اخذت كذا طبقه وده اللي عمل التكستشر الملمس بتاعها ان هو اكنه بحر كده واكنه رمله طبعا في شادو او في الظل بتاع الشمس على الريفلكشن يعني بتاع الشمس على البحر وعامه يعني الواحد بيحب يتفرج على الشروق لما بيبقى قاعد على البحر
في ناس كتير بتصحى مخصوص عشان تتفرج على الشروق، وانا صورته لكم هنا في البلد. شكرا. لايف طبيعة صامتة حواليهم برضو، لأن كانت دي حياتهم. حبيت يعني أوضح الحياة كلها بكراكزها بكل هواياتها. هنا سيدتين من سيدات برضو مصر أيام الدولة العثمانية، جنبهم برضو العنصر ده متكرر، عنصر الطبيعة الصامتة متكرر، هتلاقيه في كل اللوحات. بشكر جدا جاليري حول العالم للمشاركة والاهتمام بالفنانين كالعادة. شكرا لكم. العصفورة كمان برضو استخدمت فيها ورق الذهب عشان تعكس الكونسبت بتاع اللوحة، اللي هو بتبقى بتفكر بالإحباط والتشاؤم شوية تدريجي تدريجي، بتخف بالألوان السودة الجري شيز اللي أفتح خالص لغاية ما بتوصل إن الفكر بيبقى صافي أكتر، في أمل عشان كده ربطها في الآخر خالص مع السنابل بتاعت الأمل اللي هي القمح الذهب والعصفورة اللي هو رمز الرخاء ورمز الفكر الهادي وكده. والتابلو ده يعني يعتبر تاني مشاركة ليا هنا في المعرض، بس المرة دي يعني مخصوص، لأن يعني بشكر أكيد برنامج جاليري حول العالم في التلفزيون المصري إن هو قدر يجي ويغطي معايا المناسبة الخاصة بيا دي النهاردة. بحب أشكر التلفزيون المصري على تغطية المعرض.
بشكرا. اهلا بحضراتكم، انا اسمي دكتور ماجد عبد العظيم، بشتغل استاذ اقتصاد وهاوي فن يمكن في مجال التمثيل، لكن ببقى حريص جدا على حضور المعارض الفنيه المميزه جدا. انا النهارده في معرض يعتبر من المعارض الفنيه لوحات فنانين تشكيليين حقيقي رائعه جدا، اتبسطت جدا خاصه انه بيقام بمناسبه اليوم الوطني للمملكه العربيه السعوديه. وطبعا في مصر احنا بنحتفل بكل الدول العربيه الشقيقه، وبالتالي كان هذا المعرض على هامش اليوم الوطني للمملكه العربيه السعوديه. شفت اعمال مميزه جدا، اعمال رائعه لفنانين مصريين وفنانين عرب من دوله الامارات العربيه المتحده، من المملكه العربيه السعوديه، من دوله ومملكه البحرين،
شفت أعمال مميزة لأشقاء أيضاً من دولة السودان، وبالتالي مجموعة أو بوتقة أو تشكيلة كبيرة جداً من أعمال مميزة لفنانين مميزين بيجتمعوا في مكان احتفالاً باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الشقيقة. كمان في نقطة مهمة جداً، إن حرص قناة الصعيد القناة السابعة على تغطية هذا الحدث الهام يدل قد ايه فعلا الشعب المصري تربطه علاقات وطيده بين شعب المملكه العربيه السعوديه وكل الدول العربيه الشقيقه. انا سعيد النهارده بوجودي في المعرض، سعيد ان انا اتشرفت بحضراتكم على قناه الصعيد، كل سنه وحضراتكم طيبين.